الصيادة كانت فيها بوبال من حاويات الفضلات، كانت بدائية برامل مقصوصة، ولات فما من حاويات بلاستيك. واحد معتوه حرق حاوية لقدام داري، اتصلت بالبلدية قلت لهم بدلوا لي الحاوية، قالوا لي شراها روحك. دخلنا للانترنت عرفنا سوم الحاوية منها التجاري، وعرفنا البلدية بقداش تاخذ فيها. المواطن بقاش ينجم يشراها وبقداش ينجم البلدية تشراها، ووقتها قلنا استعداد الواحد يشرى اللي يجيبه، ولكن سعفتنا البلدية انها اعطتنا حاوية اخرى. ويقولش يرحم والديه سي لطفي، انا مشيت له للدار ودقدقت عليه ووافقت لي يرحم بلدي والديه، جماعة البلدية تلموا عليه ووافقوا لي. يعني فماش فرق بيني اذا كان عندي علاقة طيبة مع رئيس البلدية ولا بين غيري. هذا اللي رناه.